بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الحديث أو نواصل الكلام في تفسير قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. إلى وقد انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة إلى قوله: ولله ميراث السماوات والأرض. قلنا إن هذا تذكير لهؤلاء البخلاء الذين منعوا حق الله في أموالهم، تذكير لهم بأنهم سيفارقون هذا المال وأنه سيؤول إلى الله جل وعلا الذي هو مالك الملك والباقي سبحانه وتعالى. ففي هذا تذكير للأغنياء في أنهم سيتركون أموالهم، فلا يبخلوا على أنفسهم بأن يقدموا لها خيرا من هذه الأموال، فإنها فرصة لهم ما داموا على قيد الحياة وقد أعطاهم الله المال أن يقدموا لأنفسهم. وأما إذا بخلوا بها فإنهم يحرمون أنفسهم تنتقل إلى غيرهم. ولله ميراث السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا: والله بما تعملون خبير. هذا حث على أن الله لا يضيع لديه شيء، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن الله يعلمه جل وعلا، كما قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. أي لا يخفى عليه شيء، فلا تخافوا من ضياع ما أنفقتموه في الطاعة أنه يضيع، بل هو محفوظ لكم عند رب العالمين. والله بما تعملون خبير. وقال بما تعملون ليعم القليل والكثير، وفي الآية الأخرى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الآية الأخرى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ولهذا قال: والله بما تعملون خبير. ثم قال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه من مقالة هؤلاء البخلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. بلغ بهم الوقاحة والعجرفة إلى أن يقولوا هذه المقالة القبيحة: إن الله فقير ونحن أغنياء. قد ورد في سبب نزول الآية أن نفرا من اليهود، حيي بن أخطب وجماعة منهم، أو فنحاص بن عازورة، هم الذين قالوا هذه المقالة. لما أنزل الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالوا: إن الله يقترض منا، إذن هو فقير ونحن أغنياء. قالوا هذا وهم أهل كتاب وأهل علم ويعلمون كذب هذه المقالة وبطلانها، لكن قالوها من أجل الطعن في القرآن
والطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقولون إن هذا ليس من عند الله، إن هذا القرآن ليس من عند الله، وهو قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فهم يريدون الطعن على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن، وأن هذا القرآن ليس من عند الله، وأن هذه المقالة لا تصدر عن الله تعالى الله عما يقولون. وهم يعلمون الكذب، ولكن حملهم الكبر والحسد للرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا هذه المقالة في الله وفي كتابه. ولهذا قال: لقد سمع الله. لقد اللام لام القسم، وقد حرف تحقيق، وهذه مؤكدات أن الله سمع مقالتهم، لأنه سبحانه وتعالى سميع بصير، يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو سمع مقالتهم وسيحاسبهم عليها ويجازيهم عليها. فهذا وعيد لهم: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ثم قال سبحانه: سنكتب ما قالوا. أولا أخبر أنه سمع مقالتهم، وثانيا أخبر أنه سيكتب كلامهم هذا في صحائف أعمالهم، تكتبها الحفظة ويحاسبون عليها يوم القيامة. فهي كلمة لا تضيع مع الهوى أو تطير مع الهوى، ولكنها كلمة محفوظة ومسجلة عليهم. فإن كلام الإنسان سواء كان حسنا أو سيئا سيكتب عليه في صحائف أعماله، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان، وكما قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكان، ملك عن اليمين يكتب الحسنات ومن الأقوال والأفعال، وملك عن الشمال يكتب السيئات. فلا يضيع كلام الإنسان. سنكتب ما قالوا. وأعظم من ذلك قتلهم الأنبياء، فهم مع إساءتهم في حق الله جل وعلا أساءوا إلى أنبيائه، وهم اليهود، فقد قتلوا جماعة من الأنبياء، كما قتلوا يحيى، كما قتلوا زكريا، وقتلوا ابنه يحيى، وقتلوا أشعيا. هذا شأنهم، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهموا بقتل عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، فنجاه الله منهم ورفعه إليه، وهموا بقتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حفظه منهم. فهم قتلة الأنبياء، فلا يستغرب منهم أن تصدر هذه المقالة: إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله قتلهم الأنبياء منصوب على أنه مفعول لقوله سنكتب، أي سنكتب قتلهم الأنبياء في صحائفهم حتى يحاسبون على ذلك يوم القيامة. ومن أشنع ممن قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.